السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا، مرحبا بكم مباشرة من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم، محل أثاث ثقة. محل أثاث ثقة المتواجد بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية طيبازة أخوتنا. واليوم جبنا لكم هذه الغرفة العصرية كما راكم تشوفوا فيها الآن في الصورة. هذه الغرفة تحت اسم أمايا دو كاسبورت، أمايا دو كاسبورت اللي مخدومة كامل أمبوا اتر، حاجة ما شاء الله وحاجة صوليد خاوتنا. كما قلت لكم مخدومة كامل أمبوا اتر، فيها كاتبورت كوليسون تخاوتنا كما راهو موضح أمامكم في الصورة. لا فينيسون تاعها ما نحكوش خاوتنا. الغرفة تاعنا في الطول تاعها 2.80 متر، يعني 2.83 متر، والارتفاع 2.23 متر، يعني حاجة ستوندر. كما قلت لكم خاوتنا لا فينيسون تاع الغرفة ما نحكي لكمش، يعني ما شاء الله كما راهو موضح امامكم في الصوره. وعندكم هذا الموتيف اللي زاد طبع الغرفه تاعنا، راهو جاي في الباب بانو في الكوتي غوش والكوتي دروات خاوتنا، حاجه ما شاء الله. الان خاوتنا نرحبوا بالاخ وليد اللي راح يشرح لنا الغرفه من الداخل. وليد تفضل خويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المشاهدين تاعنا، اليوم جبنا لكم غرفه امايا دو، حاجه شابه ما شاء الله، لا فينيسيو ما شاء الله، ورانا لهنا زورونا في المحل ما كاش قاموش. نروحو نكتشفوا الهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا خويا وليد. خوتنا قبل ما نتكلموا على الهيكل الداخلي نروحو نشوفوا لا فينيسيون من الداخل. خوتنا الغرفه كيما راكم تشوفوا فيها مفينيا من الداخل ومن البرا، يعني نقيه من الداخل ومن البرا. اما التقسيم خوتنا عندكم كاتي طاجر كيما راكم تشوفوا بليس لوبا، يعني سانكي طاجر، حاجه ما شاء الله راح تفيد لكم خير وبركه. ننتقل الان للكوتي دروات خاوتنا. الكوتي دروات كيف كيف كيما الكوتي غوش، عندكم كاتي طاجر بليس لوبا سانكي طاجر كيما راكم تشوفوا. نروح الان للميليو خاوتنا. الميليو هذه المره جاء مختلف شويه خاوتنا، هذا هو التقسيم تاع الكوتي ميليو، حاجه ما شاء الله. عندكم في الكوتي دروات هذا التيروار خاوتنا وليد، حاجه ما شاء الله اللي مخدوم امبوات ريا تيليسكوبيك، يعني اوفرتير فاصيل خاوتنا، يعني اوفرتير فاصيل. ننتقل الان مباشره للي تاع الغرفه تاعنا. للي تاع الغرفه تاعنا اللي مخدوم ستوندر، يعني ام 90 على ام 60، حاجه ما شاء الله. مام اخسيري ما فينيسيون، طافينيسيون حاجه الله يبارك خاوتنا كيما راكم تشوفوا الان على الصوره، حاجه ما شاء الله. الكابيتوناج تاع لولي تاعنا راه مخدوم كامل بالاونتي طاش، يعني اي طاشه ولا غير بلانجات وتتنحى. عندكم هذا الموتيف خاوتنا اللي يتبع الموتيف تاع الانوار، حاجه الله يبارك. ننتقلوا الان مباشره لطاب دنوي تاع الغرفه تاعنا اللي مخدومه بطريقه جميله وجميله جدا. تفضل وليد. اخسيني بعد لطاب دنوي في السيم، حاجه شابه، حاجه الله يبارك وليد. يعني القاعده اومبوا، قاعده اومبوا وليد. عندنا تيروار تاعها حاجه ما شاء الله. شوفوا خوتنا التيروار تاع الغرفه تاعنا، السمك تاعو الله يبارك يرفد لكم خير وبركه، والرايه توجور تيليسكوبيك، يعني اوفرتير فاصيل خوتنا. وعندكم في هذا التيروار كذلك تيروار سكري من الداخل وليد، وليه لهم خويا. كذلك عندكم تيروار سكري كيما راكم تشوفوا، حاجه الله يبارك، حاجه ما شاء الله. ننتقلوا مباشره لاكوافيز تاع الغرفه تاعنا خاوتنا، استحالي ما شاء الله الاخسين الله يبارك وليد، اللي مخدومه ستيل بيرو خاوتنا، مخدومه ستيل بيرو توجور القاعده اومبوا خاوتنا. وعندكم هذا البوف كيما راكم تشوفوا الان مع الاخ وليد، حاجه الله يبارك خاوتنا، فيها طروا تيروار كيما راكم تشوفوا، الراية توجور تيليسكوبيك خاوتنا، يعني اوفرتير فاصيل، حاجة ما شاء الله. ومع لاشومبر خاوتنا عندكم هاد لاكونسول اللي راكم تشوفوا فيها خاوتنا، فيها مرآة بالطول، حاجة ما شاء الله. القاعدة اومبوا وعندكم تيروار من تحت خاوتنا، عندنا تيروار سكري كيما راكم تشوفوا، الراية توجور تيليسكوبيك، حاجة ما شاء الله. خاوتنا هذه هي غرفة نوم امايا دو كاسبورت خاوتنا. السعر تاع الغرفة 21 مليون و800، نكرر السعر 21 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 48 ولاية، يعني النقل والتركيب تاع أثاثيقة راهو يشمل 48 ولاية، وبالتقسيم الجديد 58 ولاية، يعني الغرفة تديها ب 21 مليون و800 واصلة وراكبة حتى لدارك. اللي حاب يحجز ولا يستفسر يتصل بينا على الارقام اللي راهي ظاهره في الاطار الاحمر. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتنا، سلام.